اهلا وسهلا بكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من واد جديدة ضواحي مدينة مكناس، الجماعة القروية اللي كتبع ترابيا لجماعة المهايا. اليوم معنا صاحب منزل اللي تواصل معنا واتصل بنا باش نجيو عنده ونشوفوا شنو واقع في هذا المنزل ديالو اللي كتشوفوا معنا الان. هو على حافة ديال واحد يعني ارض اللي كانت مجانبة ليه، واللي كانت يعني حتى تبنى البيت ديالو على حسب اقوال اللي كيقول هويا، عاد جا شي واحد وخواها وخدم منها التراب اللي فيها وبنى فيها هذا المسكن اللي كنشوفه قدامنا. لكن الغريب في الامر اللي كيعاني منه هذا السيد الان هو انه كاين يعني بفعل هاد كما كتشوفوا كاين جراف، يعني كل ساعه كيبدا يطيح هاد التراب بشويه بشويه على حسب يعني بحكم هاد التساقطات المطريه القويه، وانه غير يعني على حسب كما قالنا هو انه كل ساعه كيطيح طرف. انه الان هو عايش حاله ديال الرعب، خارج من البيت ديالو، مخرج وليداته، مخرج كل شيء. باش اجي معايا سيدي هنايا قدامنا باش تقول لنا شنو واقع بالضبط ونعرفوا شنو واقع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لقد حللتم أهلا وحللتم سهلا، فمرحبا بكم إخواني. كنطلب من السلطات المحلية باش تحاول تقوم يعني وقفة رجل واحد. أنا البيت ديالي هاي هو في حالة خطر، ها هو الجراف ديال التربة تتشاهدوه، وانا كنطلبت من السلطات هذه 10 سنوات وانا كنتابع الجماعه دواد جديده، وبدوني جدوى تقدمت بعده شكايات الى الولايه، القياده ديال المهايا السيد الخليفه من هذه 10 سنوات، وانا ادافع عن هذه القضيه ولا اجد اذنا صاغيه. دابا كنطلب من السلطات المحليه باش تكون يقظه في هذا الشيء. وانا استشرت مع السيد الخليفه بالامس، قال لي وقد جاء الى عين المكان وعاين المشاهده العينيه وراء كل شيء، وقال لي على الاقل بعدا خرج معاك وجا معاك يعني راه شاف معايا هز معايا يعني وقف معايا مشكورا له. وقال لي هذا السيد بانه يسمى حميد العويره، انه لا بد له ان يبني هذا الجرف باي طريقه. وقال لي بان ستخرج هناك لجنه مختصه في تقصي هذه القضيه، والان انا في انتظار السيد الخليفه. لكن انت واقع في هذا المشكل هذه 10 سنوات فاش بنيتي البيت ديالك كان الجرف لم يكن هناك اي شيء، كانت ارض فلاحيه مغروسه بالزيتون فقط، والطريق المؤديه الى هناك كما تشاهدون كانت طريق واحده بدون الجرف ديالها في 2010. ومن تماها من حفرها قلت له غتبني لي، جاوا الناس قالوا لي صحاب المقاول اللي باعوا له التراب باعوه ب 2000 درهم للفياج. منين وصل بجنب الدار ديالي قالوا لي غادي نوضو نبنيو، قلت لهم لا، انا حبست المقاولين، حبست الالات، الات الحفر، الشاحنات، حبستهم كاملين. جاء المعني بالامر هو مول الدار، قال لي راني غادي نقوم ولادي لما كيعيشوا مع الوالده والوليد، ودابا راني في خطر، الدار ديالي كلها وقع تصدعات هنا في هذا الجرف. ودابا كنطلب استغاثه من السلطات المحليه تكون الوالده هذه نسمعوها. نعم امي، السلام عليكم. دير الوالده الله الحمد لله. السيده سيدي دخلنا بالحيله، قال غادي نحفر الحفره وغادي نبني السور، ما تخافوش منه. طلع الدار ديالو بنا وزرب على راسه وقال لك اقعدوا تموتوا نتوما، ولدي راه الدار طيحلو على ولاده. انا بالله وبشراع بن الخزن عاش الملك. نعم عاش الملك.
الا كان هذا الظلم راه كاين بالصحيح اسيدي حنا مظلومين، حنا هذا الولد يهزبوا له هذا شويه غادي يمشي. الارض كيما كانت هذيك الارض راه فاينيه، راه هذيك داك فين حطوا داك القصب كانت ارض وحده بحال ما كتشوف ديك الشارع راه منو كتسكد الماشينه من تم الطريق غادي يا نيشان، والعرض جايه نيشان تلاقات مع هذيك السيد بقى كيحفر كيبيع تراب، صحاب تراب وبليك داو تراب وصاوبوا الطريق وصاوبوا كل شيء وخلاو ولدي في الحبه. دابا الارض هي كتبيع الدار ديالو، هو غا معايا هو ولادو راه غير محشي معايا الدار، ها هي غتريب له والله يرحم. اصلا جات منحدر يعني جات في عقبه الدار حتى هي راه يعني مهدده. الله يرحم الوالدين، حنا كنطلبوا الله وسعاده السلطه يقوموا لنا بهذا العمل هذا. دابا السيد كيقول لك عنده الحميه ولا هضره تخدك يقول لك علاش، قلنا له سيدي غطلع الحفر واخا غا جوج متر غير باش ما تسيخش الحفر، سيروا ادعوا الوراثة، هو اللي حفر ما حفروا لا وراثة ولا والو، هو اللي حفر الارض. كاين تماطل يعني كاين تماطل ديال السيد اللي باع الارض. هما كاينين خوت ولا قالوا حنا حفرنا حنا بهم، هو اللي حفر ما حفرش الوراثة. هاد الارض جماعية. اذا مطالبكم الان كطالبوا بانه يعني يطلع الصور. يطلع الصور ويدير الكوفراج لهذا الارض ديال لهذا الدار ديال هذا الولد. نعم. اللهم الله يرحم الوالدين. مرحبا. وعاش الملك، الله يطول في عمر سيدنا. اللهم امين على الله، بارك الله فيك. اخي نعم سيدي. التشريف ديالي قلنا يعني المطلب عندك قلنا المطلب ديالك. دابا الله يجازيك بخير. باش نوضحوا للمشاهدين ويعرفوا كما قالوا الاخوان غير بالعربي غير بالدارجه. كنطلب تحقيق في هذه القضيه من طرف السلطات المحليه. كما قلتي دابا 10 سنين وانت في هذا الموضوع. 10 سنين وانا في هذا الرعب هذا، كل فصل ديال الشتاء. تقدمت شكايات في هذا الباب؟ تقدمت بعده شكايات ولم اجد لهم اذنا صاغيه. اذا الان دابا انت كطالب انه يدار كوفراج هنا لهذا هذا هو الطالب ديالي الوحيد. كي درتو مع هذا الشتاء وهذا يعني هذا الشتاء دابا راه الدار ما كنعمرهاش، انا كان دائما برا بالليل ما كنعش. ولادي كيطيبوا الماكله كيطلعوها لعند الوالد والوالده كيتغداو تما يفطروا تما، انا ما كيبغيش قال لك لا ما نعسوش اطرب علينا الدار ما نجلسوش هنا. فكما سمعتم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وكما جاء على اللسان ديال السيد صاحب المنزل اللي كما قال فهو 10 سنوات وهو كيجري وكيقلب وكيطرق جميع الابواب من اجل انه يترفع عليه الضرر هذا ويعني يتخاذ ليه غير حقه، فهو كيطالب فقط انه يتم الاصلاح ديال هذا الجرف هذا ولا يدار ليه كوفراج ولا يدار ليه شي حاجه اللي غاتسيكوريزيه على الاقل، يعني تامن هذا السيد هو والبيت ديالو، لانه كما كتشوفوا لو كنا الى هبطنا لتحت راه غادي يبان لكم انه كيفاش القضيه. فهاد الجرف هو اللي قدامنا الان كما كتشوفوا هو كيوقع ليه يعني انهيارات بحكم يعني قوه التساقطات المطريه اللي كتعرفها بلادنا هاد اليومين، وها هنا كاين تصدعات انت كتشوفوا يعني هو هاد الجزء اللي حنا بالقرب منه الان راه بدا كيمشي بشويه بشويه. المنزل ديال السيد هو هذا هو المنزل ديالو، فيعني ما بقاتش حتى لي سباس بزاف داكشي، يعني ما كاينش فرق ديال امات يعني واحد المتر ونص ولا جوج متر اللي بقات بينه وبين المنزل. كنطلبوا من الله، الله يحفظ والله يكتب مكاتب الخير، هادشي اللي كنتمناوه، ولكن ما بغيناش يتعاود السيناريو اللي وقع في درب مولاي الشريف بكازا، ما بغيناش يوقعوا نفس هاد المشاكل هادي. اللهم نديروا بعد الشريف عندك ترجع له. اللهم نديروا الاجراءات السباقيه، اللهم نتحركوا قبل ما توقع الكارثه وما نطيحوش في المشاكل، لانه لو تخادت الاجراءات تخادت الامور والمسؤوليه عن جد وتخادت بمحمل الجد يعني وعرفوا الناس يعني انه راه هذا الشيء راه ما فيهش اللعب، لانه الله يسر راه غنوليو يعني ملي كتوقع الكارثه راه ما غتبقاش تحصيها ولا غتعرف شنو غادي يوقع فيها. لهذا كنطالبوا من يعني كما جاء على اللسان ديال السيد كيطالب بتدخل ديال يعني المسؤولين باش ينصفوه ويعني ويردوا ليه يعني على الاقل رفع الضرر، هذا الشيء اللي كيتمنى فيه اللي كيتمناه، ما كيطالبش يعني بتعويض ولا بهذه، فهو كيطالب فقط برفع هذا الضرر اللي هو معرض ليه هو والاسره ديالو، وهو الان يعني كما سمعتوا عايش خارج البيت ديالو، يكفي انه كيطيب الماكله ديالو وكيمشي يعيش مع والديه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، انتم معنا مباشره من واد جديده مكناس، هذه المنطقة الغنية والغنية بثرواتها الطبيعية. كنا معكم في هذا البث المباشر لإلقاء الضوء و يعني يعني اش غنقولوا تسليط الضوء على هاد المعاناة اللي كيعيشها هذا السيد هو ولا الأسرة ديالو، اللي دخلنا دابا للبيت ديالو شفنا أنه حتى شي واحد ما كاين.
كنتمناو ان الرساله توصل للمسؤولين هنا بواد جديده وبجماعه المهايا وكذلك بعماله مكناس من اجل انه يترفع الضرر على هذا السيد والاسره ديالو في اقرب وقت، ونطلبوا من الله انه يكتب لنا مكاتب الخير. شكرا لك سيدي، كلمه باش نختموا بهذا المباشر. خويا الله يجازيك بخير، مازالت الاناره ما عنديش، ما عطينيش الضو هنا في الجماعه واد جديده، عندي عده رخص منهم شهاده اداريه، منهم رخصة الإنارة. الضو ما عندكش؟ حتى الضو ما عنديش، البوطويات ها هما كما كتشوفوها هما واصلين أمامكم، ها هو. ولم أتزوج، هذه 3 سنوات منذ أن أجريت ليلا ونهارا. أجرت الليل والنهار، كنمشي لعندهم للجماعة، كنقول لهم أودي دخلوا لي الضو، ها الرخص ديالي، جابوا له البوطويات لهنايا لباب الدار، مي جابوا لي الباب الدار. بقى خاصني الإنارة، دابا الآن أنا لا أزود بالإنارة، ها الرخص ديالي. الرخص الإنارة بشهادة إدارية. هذه رخصة الإنارة. رخصة الإنارة. السيد محمد حلوبي. أنت تعطاتك بتاريخ 19؟ 2013. باش تعطاتك هذه الرخصة الإنارة. هذه الرخصة الإنارة. نعم. هناك وثائق أخرى. نعم سيدي. هذه رخصة أخرى. فهذا السيد كما سمعتوا فعنده مشكل كذلك حتى في يعني التزود بالكهرباء العموميه، فكما قلنا كنتمناو ان المسؤولين شريط كنتمناو ان المسؤولين يجيو يحلوا هذا المشكل ديال البيت بعدا، لانه الا راب البيت ما غتبقى نافع على الكهرباء، ما تبقى لا كهرباء لا والو. اذا المهم والاساس هو انه دار كوفراج لهذا الجرف هذا، وانه دخل المسؤولين ووقفوا صاحب الارض، ويعني يستدعيه التقام باللازم باش ان شاء الله انت ترفع لك الضرر وترجع حتى الاسره ديالك، وديك الساعه عاد نقلبوا على الضو ونقلبوا على ناخذوا بعد الدار يعني تامن بعد البيت، لانه ما الله يستر تولي واقعه شي مشكله، هذا هو اللي خطر. متابعينا مشاهدي قناه شكرا لكم. مرحبا سيدي، مرحبا بك معنا وشكرا لك حتى انت. مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، كنشكركم على المتابعه ديالكم وعلى التفاعل ديالكم الايجابي معنا، في انتظار انه يتم يعني رفع الضرر على هذا السيد هذا السي محمد قلوبي اللي يعني معاناته دامت اكثر من 10 سنوات. الان هنا في هذه الوقيته هذه كما كتشوفوا، فمن بعد هذه الوقائع اللي وقعات وخصوصا بالعاصمه الاقتصاديه للمملكه، ملي كنقولوا العاصمه الاقتصاديه وكنقولوا الدار البيضاء، فما ادراك ما الدار البيضاء، يعني الميتروبول ديال المغرب، وكنشوفوا يعني النموذج ديال المدن في المغرب، وكنشوفوا شنو وقع فيه. فبطبيعه الحال هذا السيد يتخلع ويخاف على راسه، لان هذا الشيء ما بقاش كيطمئن. كنتمناو ان المسؤولين يوعوا بالمسؤوليه اللي ملقات على العاتق ديالهم، وياخذوا الامور على محمل الجد، ويوقفوا بجانب الناس، ما نتسناوش حتى توقع الكارثه، ما نتسناوش حتى يوقع المشكل، عاد نجيو نوقفوا ونشوفوا، فنكونوا بجنب الناس في السراء والضراء. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، كان معكم منير من واد جديدة ضواحي مكناس، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.